على اساس ان ليبيا تحررت. وهذه كذوبه المجلس الوطني الانتقالي للاسف، انها كذبه مشاها على الشعب الليبي، ان ليبيا ما تحررتش الى حد الان، لم تتحرر ليبيا، والان في حرب في الجنوب، حرب كانها في يوم 17 فبراير. طبعا المؤتمر الوطني المفروض انهم هم يتجهوا 200 عضو ويمشوا غادي لمناطق الجنوب، ومن غادي يصوروا ويبتوا للمواطنين الليبيين ان ليبيا متحرره، والا ماهيش متحرره. بالك التوار يكذبوا، بالك التوار ما عندهمش مصداقيه. احنا يوميا نتعرض للقتل في الطرقات، وعلى فكره ان الشهيد الهمالي كان اصلا كان فيه مجموعه من العصابات الفاسده سرقوا سيارات الجيش الوطني، كان هو اصلا بيقطع عليهم الطريق لانهم كانوا متجهات لبن وليد. العمالي سمع ورد الاخبار بان مجموعه من الزام داهمت مراكز الامن الوطني في منطقه عباري، واخذت مجموعه من السيارات وكانت متجهه ناحيه الشمال. العمالي سمع بهذا الخبر ولم ينام، فقام هو مجموعه من الاخوه الثوار اللي معاه في منطقه برقن بقطع الطريق، او القيام بقطع الطريق على هؤلاء الزام، ولكن بطريقة تعرض إلى مجموعة كانوا أزلام في السابق وكان معهم قصة له طويلة. هؤلاء احتجوا بأنهم جالبين مواد لمنطقة برقن أو للأزلام الموجودين في منطقة برقن، فكان على اختلاف معهم حتى غدروهم من الخلف وأصابوهم بطلقة في رأسه، واليوم إصابة فيه مصطفى رحمه الله يطلق في بطنه وينتقل رحمة الله. أيضا أخي، معقولة أن نحن كل ما عملنا مع أي مسؤول، أنا بالذات كل ما عملت مع أي مسؤول سواء في المنطقة أو في المجلس الانتقالي أو من الحكومة السابقة، وحكيت لهم على وضع الجنوب، قلت لهم الجنوب يا أخوان لن تتحرر، الحدود 4000 كيلو متر اللي مفتوحة على مصراعيها، الأزلام يسرحون صباحا ومساء في مناطق الجنوب ولكن دون اهتمام. اخي يبدو ان لا اذن صاغيه ولا عقل فاهم. انا لا اعي ما اقول ولا اعرف ما اقول في هذه اللحظه، ولكن اترحم على روح الشهيد وعلى روح ابطال ليبيا الاحرار. وسامحني لاني ناشد واصل معكم. شكرا سيد عجمي، بارك الله فيكم.